مفيش حاجه ملهاش علاج دلوقتي، حتى الاورام دلوقتي لها علاج وعلاج ناجح جدا جدا يعني ما شاء الله. انا بيجي لي في العياده ناس تكون عامله اورام ثدي مثلا تقول لي خلاص الكلام ده كان من 5 سنين القصه انتهت يعني ونسيتها. فما فيش حاجه ملهاش علاج غير حاجات بسيطه جدا جدا. ربنا يحمي الناس كلها بس كل الحاجات بتبقى مربوطه بالاكتشاف المبكر، دي مساله في غايه الاهميه. الوعي والله ما في فايده من قعدتنا دي غير الوعي. طب قبل ما نخش في الاسئله اسمح لي، وقبل ما نعمل فاصل، بتحذر الناس في ايه عن ايه يعني في الشتاء؟ احنا داخلين على الشتاء، خلي باله بس تغيير الجو. يعني اللي قاعد في حته سخنه قوي قوي تكر وانت طالع، ودي بتحصل كتير جدا في العزايم والافراح. اللي حالك فرح حته مخنوقه وبعدين تخرج في الهواء دي احد مسببات الام الذبحه الصدريه. يعني حالك تكتشف ان عندك ذبحه، انك كنت في حته سخنه وطلعت لا صدرك قفش، والعيله كلها لا يا بابا ما تخافش ده شويه برد، ويصدقهم. مش فاهم ايه علاقه دوت بالذبحه. يس البرد يقفل الشريان التاجي زي بالظبط مياه غازيه يعني. السائع وهو نازل في المريء يقفل الشريان التاجي، يجي له الم صدر، لا ما تقلقش يا بابا ده عشان دي حاجه ساقعه قوي. محدش يستهون بعرض. اللي كان قاعد في حته سخنه وطلع صدره قفل عليه لازم يكشف، احد علامات الذبحة الصدرية. رغم ان هو بعد دقيقة زي بالظبط سل، بعد دقيقة بقى زي الفل. زي بالظبط طالع سل وصدره قفش شوية، هي نفس الحكاية. بدل ما طالع سلم هو اتعرض للهواء. فنخلي بالنا من تغيير الجو في الايام يعني لو واحد قاعد في حتة سخنة وخرج في الجو والدنيا كويسة يبقى تمام، يبقى كأنه كشف. كأنه عمل رسم قلب. لا ده في ناس يا استاذ محمود يعني كارثة دلوقتي، ان يقرر انه يعمل لنفسه. يعني كان لسه واحد من قرايبي قرر يعمل رسم قلبي بمجهود لوحده كده؟ لوحده. ازاي يعني؟ والله العظيم لوحده. يعني يجري شويه؟ لا امال ايه؟ راح لمركز قال له لوحده كده؟ لوحده من غير ما حد يقول له. ده في منتهى الخطوره. جات له مشاكل حضرتك لو تشوف تعد المشاكل اللي جت. اولا هو كان عنده جلطه، ده في منتهى الخطوره، فممنوع يجري. واللي هناك كان فني واستهون وعمل له، لا دي كانت قصة كبيرة جدا. محدش يعمل حاجة لوحده طبيعي خالص. حلل حتى السكر، حتى رسم القلب موجودة بقى يعني عين الدم ما بقاش كتير زي الأول. مع دلوقتي الوعي اللي هو الشرايين ده ده بعد شوية المجهود، لأنه فيه خطورة كبيرة. الشريان التاجي ده يعني مش عايز اقول لك هو اللي الدنيا قايمه عليه. ما هو اسمه الشريان التاجي. تاج عايز اكتر من كده اسمه، لان هو شكله كده هو زي التاج ماسك. بس هو اسمه عظمه يعني. لا ده مهم جدا جدا جدا. وبعدين الناس بتستهون بحاجات يا استاذ محمود بدون داعي. انت ليه بتستهون؟ يا اخي انت والله ما هيكلفك اي حاجه. 3/4 المستشفيات مجانيه. يعني تقول لي ما معيش فلوس دكتور؟ لا هو يعني 3/4 المستشفيات بفلوس والربع مجاني. مش اوكي يعني هسه الدكتور عشان هو بيحب القصر العيني اوكي. لا ده انا القصر العيني ده في دمي. طبعا كلنا بنحب القصر العيني. لا ده انا بقول لكلمه للطلبه، القصر العيني ده جنسيه. يعني في واحد سويسري وواحد سوداني وواحد امريكاني وواحد قصر عيني. عنده جنسيه واخد ده جنسيه مستقله ده.